الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتيزنيت اليوم تخلد ذكرى ديال فاتح ماي تحت شعار نضال مستمر لدعم الكفاح الفلسطيني وضمان الحريات وتحقيق المطالب. هذا فاتح ماي هذه السنة اللي كيجي في سياق وطني جد معقد، فالمغرب يعيش أزمة بنيوية مركبة على الصعيد التجليات ديالها على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكنعرفوا بأن المغرب يعاني من ارتفاع فاحش في الأسعار، أسعار المواد الأساسية ومواد والمحروقات. المواطنين الآن يعانون في ظل هذا الارتفاع الفاحش الأسعار، وبالتالي أن نعيش في واحد الأزمة، أزمة اقتصادية خانقة اللي كيعرفها المواطنين. بالتالي احنا ككونفدرالية ديمقراطية الشغل كنا اليوم لابد أن نجسد هاد المعاناة اللي كيعانيها المواطنات والمواطنين واللي كيعانيها الشعب المغربي بشكل عام من هذا الارتفاع الفاحش الأسعار في الذكرى ديال فاتح ماي. اليوم الكونفدرالية الديمقراطية الشغل في تيزنيت تخلد هذه الذكرى طعم الاحتجاج في سياق وطني جد معقد، كعرف انسداد على مستوى السياسي وعلى مستوى الاقتصادي وعلى مستوى الاجتماعي. كنعرفوا بان الضرب ديال الحريات والاعتقال، ضرب ديال الحريات الفرديه والجماعيه، اعتقالات ديال 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 المدونين ولا ديال الصحفيين، كذلك الهجوم على الحريات النقابيه والحريات الحقوقيه. وبالتالي اننا في الكونفدراليه الديمقراطيه الشغل نقول ونؤكد باننا سنظل دائما في قلب الصراع من اجل الدفاع على المطالب العادله والمشروعه لكل بنات وابناء الشعب المغربي. نظل كذلك مدافعين على الخدمات الاجتماعيه المتمثله في الخدمات في المؤسسات العموميه من التعليم والصحه الى كل القطاعات العموميه، ونطالب كذلك ونرفض تفويت ديال المؤسسات العموميه كما يجري الان في قطاع الصحه. ونؤكد كذلك باننا لن نتراجع ولن نحيد الا عن المطالبه بتحقيق دوله اجتماعيه، دوله مدنيه، دوله تضمن الحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه لكل مكونات الشعب المغربي، دوله تحترم الحقوق والحريات، كذلك دوله تحقق العداله الاجتماعيه لكل بنات وابناء الشعب المغربي. وكذلك نطالب بالرفع من الاجور ديال القطاع، لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص. كذلك نعرف بان هنا على المستوى المحلي المواطنين مجموعه من القطاعات اللي كتعرف احتقانات، سواء على في الصحه ولا في التعليم ولا في مجموعه من المؤسسات العموميه ولا الجامعات المحليه. وبالتالي نطالب المسؤول الاول في الاقليم التدخل من اجل حلحله ومن اجل اصلاح ما يمكن يصلحه، لان هناك ارتجاليه في مجموعه من المؤسسات العموميه على مستوى في الاقليم. مواطنون يعانون الان سواء في القطاع على قطاع الصحه بغياب ديال الاطباء ولا النقص ديال الاطباء في مجموعه من التخصصات، وكذلك في التعليم اللي كنعرفوا بان كاين اختلالات كبيره. وبالتالي نطالب من عامل الاقليم بالتدخل من اجل الحل عاجل لهذه الملفات هذو، لانه نحن في الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل سنظل صامدون، سنظل نناضل، سنظل الى جانب كل بنات وابناء الشعب المغربي من اجل الدفاع على المطالب ديالهم العادله والمشروعه. وتحيه نضال.